السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات أم آمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوة ديال الكريم اللي سهلة بزاف وفي متناول الجميع، بسيطة بمكونات اللي بسيطة وما فيهاش تقنيات اللي صعيبة، وكذلك كتجي لذيذة بزاف. فإلا عجبتكم هذا الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك، وكذلك تخليو لي آراءكم في التعليقات وعلاش لا اقتراحاتكم، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع المحيط ديالكم باش تشجعوني اكثر نعطيكم دائما الجديد ونخليكم مع تتمه الفيديو. نتمنى لكم فرجه ممتعه. الوغ بالنسبه للمقادير ديال الجينواز او لهذا الكيك اللي غادي نستعمله، فغادي نحتاج ليه 4 ديال الحبات ديال البيض، 120 غرام ديال السكر سنيده او كاس قل ربع، غنحتاجو كذلك نص كاس ديال زيت المائدة ولا 75 مليليتر، 125 غرام ديال الدقيق الأبيض مع قبصة ديال الملح، 30 غرام ديال الكاكاو المر، ومعلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. أما بالنسبة للطريقة فغادي ناخدو واحد الإناء اللي غادي نهرسو فيه الحبات ديال البيض. كيما ديما كنهرسو كل حبة بوحديتها عاد باش كنوضعوهم في الإناء. غادي نضيف ليهم السكر سنيدة وغادي نضربهم مزيان بالطراب الكهربائي حتى كيضاعف الحجم ديالهم وكيتفتح اللون ديالهم. اللي عندها مشكل في هذه المرحله هذه وما كيبغيش يطلع ليها البيض بسرعه، فكنصحكم باش تقسموا البياض على البيض على الصفر ديال البيض وتطلعوا البياض. البياض كيطلع بسهوله، وايفا يطلع لكم ضيفوا ليه الصفر ديال البيض وحده بوحده وغادي تحصلوا في التالي على نفس النتيجه. ومن بعد ما كنشوفوا بلي ضعف لينا الحجم ديالو، فهنايا غادي نضيف الكميه اللي عندي ديال الزيت اللي هي نصف كاس، كنضيفوها بشويه بشويه وحنا كنطربوا في نفس الوقت. ودابا كنحصلوا على واحد لاباغاي اللي كتكون واقفه لينا، غادي نضيفوا ليها الخليط ديال النواشف، كنضيفوا الدقيق والخميره ديال الحلويات وكذلك بودره الكاكاو المر، كنغربلوهم شويه وكنضيفوهم على ثلاثة ديال المرات وكنحركو بين كل مره ومره بلا سباتول بحركه دائريه من الاسفل للاعلى باش ما كينزلش لينا الخليط. ومن بعد ما كيتجانسوا لنا كاع العناصر كنحصلوا على لاباري ديال الكيك ديالنا. فغادي ناخذ مول، انا خديت مول اللي فيه 18 سنتيمتر، غلفته من الاسفل بورق الطهي والجوانب ديالو خليتهم لان الجوانب عاليين شويه. الا عندكم جوانب اللي حاضرين فديروا لهم ورق الطهي يكون مرتفع في الجوانب باش ما تفتش لكم من بعد لانها كطلع. وغادي نفرغ فيها الخليط ديال الكيك، غندخلها الفران اللي سخون من قبل على 180 درجه وكنخليوها حتى كطيب. وهنايا بعد ما خرجناها من الفران فكما شفتوا كترتفع وكنقلبوها بالطريقه العاديه، كنخشيو فيها واحد السكين الا خرجنا ناشف صافي كتكون طايبه. غادي نخليها في المول ديالها واحد 10 ديال الدقائق حتى كتبرد شويه، وعاد باش غادي نحيد ليها المول غنقلبها فوق واحد الشبيكه ونخليوها حتى كتبرد تماما. وهنايا من بعد ما بردت ليا فكناخذ واحد السكين وكنحيد ليها هذاك الشابو باش تجيني من بعد مقاده، وكنقطعها باستعمال الاداه اللي كنقطع بها دائما. غادي نقطعها لثلاثه ديال القطع، غادي تشوفوا بلي كتفرتت سي نورمال لان بحال هذا الكيك ولا الجينواز فاش كنبغيو نقطعوهم من الاحسن كنخليوهم واحد الليله في الثلاجه، كنلويوهم في البلاستيك الغذائي وكنخليوهم في الثلاجه. هكذا ملي كنقطعوهم كيتقطعوا لنا بكل سهوله وما كيديروش لينا تفرتت بحال اللي كتشوفوا.
دابا غادي ندوز باش نوجد الكريمه. فانا استعملت فقط بودره شونتي، استعملت كيس ديال 75 غرام، هو كيعادل الكيس ديال 100 غرام اللي كاين في المغرب، لاننا كنخلطوه مع 200 مليلتر ديال الحليب تكون بارده، وصافي كنطربوهم حتى كطلع لينا الكريمه. انا في التالي بغيت نضيف ليها شويه ديال الشوكولا، فخديت 100 غرام ديال الشوكولاته البيضاء اللي دوبتها في الميكرو اوند ولا في حمام مائي كيما بغيتو، وغادي نخليها حتى كتبرد، وغادي نضيفها الكريمه ديالي غير بلا سباتول. الوغ انا هنايا ما درتش 200 مليلتر ديال الحليب ولكن درت 250 اي ربعة ديال الحليب، داكشي علاش الكريمه جاتني خفيفه شويه، فداكشي علاش ضفت ليها هاد الاضافه ديال الشوكولا باش يوقف ليا الكريمه من بعد ما ندخلها للثلاجه. نتوما الا استعملتوا فقط الكميه المناسبه اي 200 مليلتر، او الا عندكم حتى جوج ديال لي ساشي يمكن لكم تستعملوهم في 300 مليلتر باش تجيكم الكريمه ديالكم عاقده مزيان. وتصغناو على هاد المرحله ديال الشوكولا. ودابا غادي نحضر باش غادي نسقي الكريمه. فانا خديت فقط كميه ديال الحليب اللي ضفت ليها شويه ديال الكولي ديال الفواكه الحمراء اللي كان متوفر عندي، يمكن لكم تعوضوه بالمربى، فكتاخذوا المربى ديالكم اي نوع متوفر عندكم كتخفوه شويه بالحليب اولا بالماء وكتسقيو به الكيك ديالكم، فكيعطيها واحد اللذه اضافيه. وانا بما انني غادي ندير توت البري اولا لي فرومبواز فوق الكريمه، فبغيت باش بغيت ندير هاد لو كولي هذا ديال لي فخوي غوش باش يجيوني المذاقات متناسقين مع بعضياتهم. كناخذو الوغ السوبور ديالنا نديرو فيه القطعه الاولى ديال الكيك، وكنسقيوها بالشكل اللي كتشوفوا بهاد الحليب اولا بهاد الخليط، وغادي نوضع كميه ديال الكريمه. انا هنا ما كانش عندي الوقت وما لحقتش ندير الكريمه ديالي في الثلاجه، داكشي علاش كتشوفوها خفيفه، ولكن ماشي مشكل واخا تكون خفيفه، غير ملي تسالي دخلوا الحلوه للثلاجه اولا غير شويه الوقت المجمد، ورا الكريمه غادا تعقد لان فيها شوكولا. كما قلت لكم فانا درت فوق الكريمه هاد لي فرومبواز بالشكل اللي كتشوفوا هكا، لي فرومبواز ولا لي فريز كيهرسوا لينا هذاك الحلاوه ديال الحلوه، كيعطيو لها واحد لو كوتي اسيد اللي كيوازن لينا المذاقات. ويمكن لكم نتوما تعوضوا باي فاكهه بغيتو، ديروا مثلا بحال لي بوم كاراميليزي بحال اللي درت في الحلوه اللي فاتت، اولا البعويد كاراميليزي كذلك، الموز، اي فاكهه متوفره عندكم يمكن لكم تعوضوه بها، اولا ديروا قطع ديال الشوكولا ولا شي بيسكوي هكا، غير باش ما نبقاوش في هذاك عندنا الكيك الكريمه الكيك الكريمه، ما كتكونش عندنا لا ماش فاش كناكلوا الحلوه كيجي كلشي رطب، يعني من الاحسن نديروا فيها شي حاجه من داخل فوق الكريمه. وصافي غادي نستمر، غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكيك، غادي نعاود نفس الطريقه، ندير السيرو اولا داك الخليط مع الكريمه مع لي فرومبواز، وغادي نغطي بالطبقه الاخيره، غنحاول نقاد ليها الجناب شويه، وغادي نديرها في الثلاجه تقبط راسها واحد شويه عاد غنكمل الزين. الوغ هنايا غادي نغطي الكريم الكيكه ديالي ولا الحلوه ديالي كلها بالكريمه اللي بقات ليا، غنخلي منها فقط واحد الجزء للتزيين، وغادي نغطيها، يعني حاولوا تقدوها غير كيف ما قدرتوا، لان دوك الجوانب غادي نغطيهم كذلك. من بعد غادي ندير لهم شعريه ديال الشوكولا ولا الفيرميسال ديال الشوكولا، اولا يمكن لكم ديروا لهم اللوز مهرمش الكاوكاو مهرمش اولا اللوز افيلي كاوكاو افيلي، اي حاجه متوفره عندكم تغطيو بها هذوك الجنيبات واللي كتعطينا واحد المنظر جميل للحلوه ديالنا.
وصافي. من بعد فكتجي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ندوزو للتزيين ديالها. فالتزيين ديال الوجه ديالها كل واحد يزينها كيف ما بغا، فنخليكم مع الفيديو تشوفوا كيفاش زينتها. القمع اللي بلا وفيه سنينات، وبديت كنحط به الكريمه بالشكل اللي كتشوفوا. الا بغيتوا فيديو تكون خاصه غير بالتزيين ديال الكريمه بالاقمع، يعني كيفاش كنزينوا بالاقمع، فخليوها ليا في لي كومونتير ونديروا لكم ان شاء الله. وكملت التزيين بهذوك لي فرومبواز اللي بقاو ليا، وزدت كذلك شويه ديال الفيرميسال ديال الشوكولا في داك البلاصه اللي بقات ليا بيضه. فتزيين لي بسيط ولكن كيعطينا شكل جميل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال اليوم. فكتجي زوينه في الشكل ديالها، كتجي سهله بزاف في التحضير، اي وحده يمكن لها تحضرها. كما شفتوا ما فيها شي حاجه اللي صعيبه ولا معقده، وكتجي كذلك لذيذه بزاف بالاضافه ديال الفواكه اللي كيزيدوا لها لذة. وهنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو. فإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لها بزاف ديال لي لايك. بالنسبه للناس اللي جدادين معنا تشاركوا في القناه، تفعلوا الاشتراك ديالكم بالضغط على الجرس باش تنتوصلوا دائما بالجديد، وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.